أسرار الغيب كتيرة وغريبة، قصص وأحداث يرويها لكم خالد كامل في أسرار الغيب على راديو الأهرام. على راديو الأهرام. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، مستمعي راديو الأهرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أسرار الغيب. حلقة اليوم عن قصة خلق آدم عليه السلام. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن وبين ذلك، والخبيث والطيب وبين ذلك. وفيما رواه السدي عن أبي مالك وأبي صالح وعن ابن عباس وعن مرة وعن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أنهم قالوا لما أراد الله عز وجل أن يخلق آدم فبعث الله عز وجل جبريل في الأرض ليأتيه بطين منها، فقالت الأرض أعوذ بالله منك أن تنقص مني أو تشينني، فرجع ولم يأخذ، وقال رب إنها عاذت بك فأعذتها، فبعث الله ميكائيل فعاذت منه بالله فأعاذها ميكائيل، ثم رجع إلى ربه فقال كما قال جبريل عليهما السلام، فبعث الله ملك الموت فعاذت منه فقال وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره، فأخذ من وجه الأرض وخلطه ولم يأخذ من مكان واحد، وأخذ من تربة بيضاء وحمراء وسوداء، فلذلك خرج بنو آدم مختلفين، فصعد به فبل التراب حتى عاد طينا لازبا، واللازب هو الذي يلزق بعضه ببعض. ثم قال للملائكة والكلام عن الله إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، كما جاء ذلك في القرآن الكريم في سورة صاد. فخلق الله تعالى آدم بيده لئلا يتكبر إبليس عليه، فخلقه بشرا، فكان جسدا من طين 40 سنة من مقدار يوم الجمعة، فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه ولما رأوا من منظره، وكان أشدهم فزعا إبليس، فكان يمر به فيضربه فيصوت الجسد كما يصوت الفخار يكون له صلصلة. فلذلك حين يقول الله عز وجل خلق الإنسان من صلصال كالفخار كما ورد في سورة الرحمن، ويقول لأمر ما خلق خلقت، إبليس يقول لأمر ما خلقت، وهو ينظر إلى آدم عليه السلام وهو ما زال جسدا من طين لم تنفخ فيه الروح بعد، فدخل فيه من فمه وخرج من دبره، ثم قال للملائكة لا ترهبوا من هذا فإن ربكم صمد وهذا أجوف، لئن سلطت عليه لأهلكنه. فلما بلغ الحين الذي يريد الله عز وجل أن ينفخ فيه الروح قال للملائكة إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له، فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح في رأسه فعطس، فقالت الملائكة لآدم قل الحمد لله، فقال الحمد لله، فقال له الله عز وجل رحمك ربك. فلما دخلت الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة، فلما دخلت الروح في جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل أن تبلغ الروح إلى رجليه عجلان إلى ثمار الجنة، كان متعجلا، وذلك حين يقول الله تعالى خلق الإنسان من عجل كما جاء في سورة الأنبياء. فعندئذ حين أتم الله عز وجل نفخ الروح سجد الملائكة كلهم أجمعون، وكان إبليس حاضرا لهذا الموقف فأبى أن يكون مع الساجدين. فلما سجد الملائكة كلهم أجمعون لآدم ولم يسجد إبليس علم آدم من الله عز وجل، فقال له إن هذا عدو لك
ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إلى هنا مستمعين الكرام نكون قد بدأنا في قصة خلق آدم في المرة الأولى والمعلومات الأولى عنه، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى لتتمة هذه القصة في حلقات مقبلة من برنامج أسرار الغيب. كان معكم خالد كامل في أسرار الغيب على راديو الأهرام. على راديو الأهرام.